الجمعية الأهلية للمتبرعين بالدم الفعالية السنوية باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في حفل وجهت خلاله التكريم لكافة المتبرعين الطوعيين المنتظمين بالتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين للدم في الأردن ودول الجوار والعالم إذا ما اقتضت الحاجة للمساعدة خصوصا بالحروب والكوارث والأزمات. بالنسبة لخدمات نقل الدم في الأردن، خدمات نقل الدم في الأردن متطورة جدا، وأكاد أجزم لك أنه نسبة المتبرعين في الدم بالنسبة لعدد السكان في الأردن تضاهي الدول المتقدمة وقد تتجاوزها. اثنين، حتى الخدمات التي تقدم للمرضى سواء الأردنيين أو غير الأردنيين، لأنه احنا في عندنا سياحة علاجية، خدمات نقل الدم بتقدم لهم الدم وهو دم الأردنيين من أجل مساعدتهم في الشفاء، لكن جميع بنوك الدم اللي في الأردن اللي هي حوالي 40 بنك دم أو 41 بنك دم بتغطي جميع الأردن من الشمال إلى الجنوب، وخدمات نقل الدم في الأردن، الأردن كان يعتبر مركز تدريبي وتعليمي لخدمات نقل الدم في دول الشرق الأقصى وكثير من دول من عاملين في خدمات نقل الدم في الدول العربية وفي المنطقة الشرق الأوسط بيجوا بتدربوا على خدمات نقل الدم في الأردن، وهذا ما يدل على أنه خدمات نقل الأردن متطورة ومتقدمة، وحقيقة وزارة الصحة بتقدم كل الدعم والرعاية والحكومة بتقدم كل الدعم لخدمات نقل الدم من أجل ارتقاء في خدمات نقل الدم والاستمرار في هذه الجودة العالية الموجودة حاليا. ارتأت الجمعية الأهلية خلال فعالياتها تكريم فئة قدمت وما زالت تقدم الخبرات واستمرار مسيرة الخير والعطاء لتأمين الدم الكافي والمأمون، سواء بتشجيع المواطنين على التبرع بالدم أو بتقديم الخبرات والعلوم في الأردن والدول التي تسعى لتطوير خدمات نقل الدم. حقيقة بداية أنا تشرفت هذا اليوم برعاية نشاط الجمعية الأهلية للتبرع بالدم، وأعتقد جازما أن هذه الجمعية تقوم بدور مميز جدا وبدور وطني وبدور إنساني، وتساهم في إنقاذ حياة العديد من أبناء هذا الوطن. لذلك هذه الجمعية تستحق منا جميعا مزيد من الدعم، وأعتقد أن الدعم الذي تتلقى حاليا لا يتناسب إطلاقا مع الدور الوطني والإنساني اللي بتقوم فيه. لذلك أنا بهيب بكل فاعلين الخير في هذا الوطن أنه بالفعل يسعوا إلى إيجاد وسائل ويتبرعوا لهذه الجمعية، لأنه عملها بالفعل يعني عمل إنساني وطني وعمل يشكروا عليه، وإن شاء الله ربنا يجزيهم كل خير. الدور اللي بتقدمه جمعية اتحاد الجمعيات الخيرية، احنا هذا العام دعمنا الجمعية بمبلغ حوالي 2500 دينار، لكن أنا أعتقد أنه هذا المبلغ غير كافي، بنأمل في السنوات القادمة أن نضاعف هذه المبالغ وتكون دعم مستمر لبرامج وأنشطة الجمعية، ونفعل دور الإعلام بعملية أهمية التبرع بالدم وقيمته للمجتمع.